بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فلقاؤنا هذا أيها الأحباب مع العالم العلوي، العالم العلوي، ذلكم العالم الذي وجه أنظارنا إليه ووجه إليه أنظار كل مكلف، مولانا الإمام اللقاني في جوهرة التوحيد، إذ قال ماذا قال؟ فانظر إلى نفسك ثم انتقي لي للعالم العلو. ورأينا في اللقاء الماضي ماذا نعني أو ماذا عني الإمام اللقاني وكذلك الإمام البيجوري بالكلام حول النظر في الأنفس، في ماذا؟ في الأنفس. ورأينا أن النفس، كل نفس بشرية يقوم بها أعراض، يقوم بها، وهذه الأعراض شديدة التغير. والقاعدة التي تربط هذا الأمر أن كل ما قام به التغير فهو متغير، وكل متغير فهو، فوجب أن يحتاج إلى من يحدثه، إلى واجب الوجود يتصف بصفات، إلى واجب الوجود يتصف. وقد ذكر الإمام البيجوري شارحا هذا الكلام، فذكر المقالة الشهيرة والتي اضطرب العلماء في إثباتها حديثا أو غير حديث، من قوله: من عرف نفسه، من عرف نفسه عرف. وكانت في الحقيقة على معان، هذه العبارة كانت على ماذا؟ على معان. فمن عرف نفسه ضعيفا عرف ربه، ومن عرف نفسه جاهلا عرف ربه، ومن عرف نفسه حادثا عرف ربه، إلى آخره. هذا هو المعنى، أو هذا واحد من المعاني التي يطلق عليها أو يفهم من هذه العبارة. ويفهم منها أيضا من عرف نفسه، يعني يفهم منها أن معرفة النفس أمر مستحيل. فمن منا يعرف كنه نفسه؟ من منا يعرف؟ فمن عرف نفسه لما يصل إلى معرفة نفسه ساعتها يصل إلى معرفة ربه. يعني أن معرفة ربه على هذا المعنى غير إيه؟ غير مدركة، غير مستطاعة. أقصد معرفة الذات الإلهية، معرفة، وإلا فالمطلوب منا معرفة الصفات الإلهية، معرفة ماذا شباب؟ هذا كله فصلناه لحضراتكم في المرة الماضية من قول الإمام اللقاني: فانظر إلى نفسك ثم، وانصياعا لأمر مولانا الإمام اللقاني نريد أن ننتقل إلى العالم العلوي، وهذا هو الذي نحن في معيته وفي صحبته اليوم، العالم العلو، يعني في هذا اللقاء. فماذا يعني الإمام اللقاني بقوله العالم العلوي؟ وكيف يتحقق النظر الذي هو الإبصار أم الذي هو التفكر؟ فقد اتفقنا أن النظر هذا يطلق على الإبصار، ويطلق على ماذا أيضا؟ وعرفنا أن التفكر هو ترتيب مقدمات يقينية يخرج منها الإنسان بمعلوم، بمجهول ثالث، بمجهول إيه؟ طيب، ماذا يقصد بالعالم العلوي؟ ماذا يقصد به؟ وكيف يتحقق النظر في العالم العلوي كما تحقق في الأنفس؟ كما تحقق في ماذا؟ ولما تحقق النظر في الأنفس كانت النتيجة أنه لا بد من محدث أوجد هذه الأنفس، صحيح؟ وهذا المحدث يجب أن يكون متصفا بصفات، يكون متصفا به، وهذا هو الذي سيتمم الكلام حوله بعد ذلك. يقول مولانا الإمام البيجوري: قوله، قول من؟ ثم انتقلي للعالم العلوي، أي ثم بعد نظرك في أحوال نفسك انتقل للنظر في أحوال العالم المنسوب إلى جهة العلو. العلوي يعني إيش يا شباب؟ المنسوب إلى جهة العلو. وما هو العالم المنسوب إلى جهة العلو يا شيخ أنيس؟ الأفلاك، النجوم، الأقمار، السماوات، هكذا، السحاب، هذا كله بالنسبة لنا علو، مع أننا في الكرة الأرضية، وهذه السماء تحيط بالكرة الأرضية، لكن بالنسبة لنا في المحسوس تسمى ماذا؟ علو. ها؟ المنسوب إلى جهة العلو، والمراد به ما هو العالم العلوي الذي يجب أن تتفكر فيه؟ والمراد به هو ما ارتفع من الفلكيات، من سماوات وكواكب وعرش وملائكة وغيرها، كل ذلك من العالم العلوي. هذا العالم متغير يا شباب، كل متغير
حتى هذا العالم وجب أن يوجد له خالق يتصف بصفة، وجب أن يوجد له إيش؟ خالق ماذا يا شباب؟ يتصف بصفة. طيب اللقان يقول إن انظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي، ماذا قصد بالعالم العلوي؟ لا لا لا، ماذا قصد بالعالم العلوي؟ العالم المنسوب إلى جهة العلو، حتى الملائكة منسوبة إلى جهة الإيه؟ إلى جهة العلو. فهذه العوالم تفكر فيها كما تفكرت في نفسك، لكنه لم يقف عند هذا الحد، قال ثم انظر للعالم العلوي ثم. فماذا يقصد بالعالم السفلي؟ وقد فهمنا أنه قصد بالعالم العلوي ماذا؟ المنسوب إلى جهة الإيه؟ العلو. فقال اللقاني رحمه الله تعالى فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي. وقد عرفنا النفس والعالم العلوي، بقي لنا أن نعرف العالم. قال قوله ثم السفلي أي ثم انتقل للنظر في العالم المنسوب لجهة، والمراد به كل ما نزل عن الفلكيات من إلى منقطع العالم، كل ما نزل عن الفلكيات والعوالم العلوية إلى أي شيء في العالم، إلى منقطع العالم يعني إلى آخر العالم، يعني تفكر فيه إلى آخر العالم، إلى منقطع العالم. مثل ماذا هذا العالم السفلي؟ ها، كالهواء والسحاب والأرض وما فيها كالمعادن والبحار والنبات وغير ذلك. بعد أن تتفكر وتنظر في كل هذه فتستدل بها على وجوب وجود الصانع وصفاته، فإنك تجد كلا منها مشمولا بجهات مخصوصة وأمكنة معينة، وتجد بعضه متحركا وبعضه ساكنا وبعضه نورانيا وبعضه ظلمانيا، وذلك كله دليل ماذا؟ الحدوث، وهو دليل على الافتقار إلى صانع حكيم متصف بالصفات. وحاصله أن تقول العالم، بعد ماذا وصلت إلى قولك العالم حادث؟ بعد النظر في ماذا؟ لا، ليس في العالم العلوي فقط، وإنما في النفس أولا، أن أليست النفس من العالم؟ ها؟ لكنه بدأ بها لأنها الأقرب إليك. نفسك أقرب إليك أم الأفلاك اللي هي أقرب إليك؟ أم المعادن الموجودة في الأرض أقرب إليك؟ أم الأنهار والمحيطات والدواب والأنعام أقرب إليك؟ النفس. لذلك قال لك ابدأ في التفكر في ماذا؟ في النفس. تجد في النهاية أن كل هذه أحيانا تكون نورانية، أحيانا تكون ظلمانية، أحيانا تكون متغيرة، أحيانا تكون ضيقة، أحيانا تكون واسعة. ما هذا؟ كله هذا يدل على التغير، وبعضها في جهة وبعضها مخصوصة بحالة معينة. فهل يتكلم أهل أمريكا كما يتكلم أهل مدينة نصر؟ فهل يتكلم أهل إسلام أباد كما يتكلم أهل الدراسة؟ فمن الذي خص هؤلاء بكذا وخص هؤلاء بكذا؟ إذن حتى في العالم تفاصيل كلها تدل على أنها مخصصة بشيء معين، صحيح؟ فما المخصص هذا يحتاج إلى مخصص، ولا شك. ما دام حادثا احتاج إلى محدث، وما دام مخصصا احتاج إلى مخصص. إذن هو غني أم مفتقر؟ أبا، غني بماذا يا شيخ ضياء؟ مفتقر. مفتقر لماذا؟ لمخصص. مفتقر لمخصص. فالذي جعل هذا في جهة العلو وهذا في جهة السفل، هذا إيش؟ مخصص. فما دام محتاجا إلى مخصص فهو مفتقر، وما دام متغير فهو حادث، وما دام مفتقرا إذن احتاج إلى من يفتقر إليه، وما دام حادثا احتاج إلى من يحدثه. هذا ترتيب العقل، واضح يا شباب؟ طيب خلاصة هذا الكلام كله يمكن أن تصوغه، يعني تمكن صياغته في هذا الدليل الذي خرج أمامنا. قال العالم بما فيه العلو وبما فيه النفس، كل ما سوى الله، وكل حادث لا بد له من صانع حكيم متصف. قال تعالى يا سلام، يمزج بين الدليل العقلي والدليل إيه؟ قال تعالى إن في خلق السماوات الليل والنهار والفلك التي تجري أنفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آيات يعني علامات، آيات يعني إيش؟ انظر حتى الآية تقول لك هذا كذا وهذا كذا، مسخر بين السماء والأرض، وهذا تجري في البحر، وهذه ينفع الناس، تخصص كل هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى مخصص. فالنتيجة ما هي بعد النظر والتفكر؟ أن هذا العالم مفتقر إلى مخصص، وأن هذا العالم مفتقر إلى محدث، ويجب أن يكون هذا المحدث متصف بصفات. متصف، ما هي هذه الصفات؟ هذا هو الكلام الذي سيبسطه لك بعد ذلك. لكن العالم، اتفق المتكلمون على تعريف له، اتفق المتكلمون على تعريف له، فقالوا: واعلم أن العالم بفتح اللام من الموجودات والأحوال على القول بها، أما المعدومات فليست، سواء كانت ممكنة كولد لزيد قبل وجوده أو مستحيلة كشريك الباري. وبعضهم خص العالم بذي الروح، وبعضهم خصه بالإنس والجن، وبعضهم خصه بالملائكة، وبعضهم خصه بالثلاثة مع الشياطين. الثلاثة يعني ماذا؟ لم تفهم؟ الملائكة والجن والإنس، هذه كم؟ ومعهم هذا هو العالم. وبعضهم خصه بأهل الجنة، لكن لا دليل على ذلك كله، ذكره المصنف في شرحه، لا دليل على ذلك كله. فما هو العالم؟ كل ما سوى الله، جن وإنس ومحي ومدر وميت، وكل ما سوى الله فهو ماذا؟ المعدومات ليست من العالم. المعدومات، المعدوم شيء أصلا أو غير شيء، مسألة خلافية. المعدوم شيء أو المعدوم ليس بشيء، مسألة إيه؟ مسألة خلافية. لكن ما هو العالم على هذا الاتفاق يا مشايخ؟ كل ما سوى. طيب، كل ما سوى الله متغير؟ كل ما سوى الله هل هو متغير؟ هل ثبت حدوثه؟ هل كل ما سوى الله احتاج إلى مخصص؟ هل كل ما سوى الله احتاج إلى محدث؟ فما عبد من دون الله وكان متغيرا واحتاج إلى تخصص، إلى مخصص، هل يجوز أن يعبد؟ هذا يثبت بطلان كل عبادة لغير الله ما دام المعبود شيء من العالم. يبطل ماذا؟ كل عبادة لغير الله ما دام المعبود شيء من فين؟ من العالم. فهذا المعبود النار من العالم؟ هل عبدت النار؟ هل عبدت؟ والآن تعبد حتى الآن. المجوس يعبدون النار ربما حتى الآن، وفي الهند يا أيها يقول يعبدون البقرة، ليس البقر وحده، يعبدون. يا نهار أبيض، كم إلها عندكم؟ لا يعد ولا يحصى بعدد شعر لحيتك، ربما أكثر. شيء عجيب يا أخي. وهذا هذه الأمور المعبودة من دون الله من العالم؟ من العالم ولا ليست من العالم؟ والعالم متغير وحادث، فكيف يكون إله متغير وحادث ويحتاج إلى مخصص ثم نسجد له ونركع؟ هذا العمر في القياس عجيب. هذا العمر في القياس إيه؟ هل يجوز؟ لا يجوز. هذا كله بناء على التفكر والتدبر في الأنفس وفي العالم العلوي. وماذا يقصد بالعالم العلوي؟ المنسوب إلى جهة العلو. وماذا يقصد بالعالم السفلي؟ فهذا التفكر والنظر أفضى بنا إلى اليقين أن هذا العالم كله الذي هو كل ما سوى الله متغير وحادث ويحتاج إلى محدث. لكن يا شباب، هذه نظرة عابرة التي قرأناه حتى الآن. حتى الإمام البيجوري في شرح هذا البيت نظر إلى العالم من حولنا نظرة عابرة. أما النظرة المتخصصة والفاحصة وإلى دقائق ما يدل على حدوث العالم وتغيره، فيكون في البيت القادم الذي قال فيه اللقاني: تجد به صنعا بديع الحكم، لكن به قام دليل العدم. فكأن اللقاني يقول: فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، فإن فعلت ذلك على ما شرح لك البيجوري
فاهم كذا؟ واضح هذا؟ فإن فعلت ذلك على ما شرح لك تجد أيها الناظر أيها المكلف تجد به في هذا العالم صنعا بديع الحكم، تجد فيه دقائق من بديع حكم الصانع، لكن بهذا الصنع هذه الصنعة الدقيقة البديعة قام بها دليل الإيه؟ العدم. هذا البيت التالي سنكون معه بإذن الله تعالى ومعكم، لكن في اللقاء القادم أراكم بإذن الله تعالى على خير لنواصل قراءة حاشية البيجوري على الجوهرة. أراكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.